من فترة كنت بقلب في التلفزيون كالعادة بدون هدف، وقابلتني قناة MBC 3، وساعتها حسيت بالنوستالجيا والذكريات بتاعت زمان، أيام بنتين وأفاتار وليزي تاون اللي كان نفسي أكسر التلفزيون وقت ما بشوفه. بس وقتها افتكرت كرتون تاني كان دايما معلق معايا، وهو عالم الفوضى كايوتيك. الكرتون ده الاكشن اللي كان فيه كان ممتع، وبناء القصه والعالم كانت معموله بشكل كويس جدا، ده غير المواضيع اللي كان بيناقشها والصراع بين القبائل. بس طبعا وقتها كنا اطفال ومش فاهمين حاجه. المهم ان انا كالعاده قررت اعمل سيرش واعرف اكتر عن عالم الفوضى وايه هي علاقه يوجي وبوكيمون بالكرتون ده. بس في الاول لازم نسال نفسنا سؤال، ليه الكرتون ده اتعمل في الاساس؟ بس طبعا بعد ما نسمع ضحكه عمنا برو. اول حاجه اتفاجئت بيها لما عملت سيرش ان كرتون عالم الفوضى اتعمل لاهداف تسويقيه للعبه الكروت نفسها، واللي كان اسمها ساعتها كايوتيك ناو اور نيفر، وده عكس يوجي وبوكيمون اللي الانمي جه الاول وبعدين لعبه الكروت. كان هدف الشركه ساعتها انها تنافس الاثنين دول تحديدا ويبقى ليهم برضو لعبه كروت بعيد عن اليابان اللي كانت محتله المجال ده وقتها. والحقيقه انهم غيروا حاجات كتير جدا من قصه الكروت الاصليه اللي هي كانت من الدنمارك في الاصل والكرتون، زي مثلا ان كاز صديق توم ما كانش صديق ولا حاجه، بالعكس ده كان دايما بيتنمر عليه ودايما بيتخانق معاه، ده غير التغييرات الكبيره اللي عملوها في الاسلحه والشخصيات علشان تناسب الجمهور الامريكي اللي هيشوف الكرتون ده. وفضل الموضوع ده مستمر لحد ما في الاخر وصلوا للكرتون اللي كلنا شفناه على MBC 3. المهم دلوقتي نخش على شرح عالم كايوتيك. الموضوع بيبدأ بتوم وكاز، اتنين صحاب بيحبوا يلعبوا عالم الفوضى على الكمبيوتر، لحد ما توم يجيله كود معين. كاز بعدها بيقوله ان الكود ده هو اللي هيخليك تخش جوه عالم الفوضى وتقدر تقابل كل الشخصيات اللي بتلعب بيها دي بس على الحقيقة. طبعا وقتها توم قال له ايه العبط اللي انت بتقوله ده، وان هو مش مصدقه، لحد ما كاز اقنعه في الاخر وفعلا دخل توم عالم الفوضى عشان يكتشف ان كل اللي قاله له كاز كان صح. وهناك بنعرف ان عالم الفوضى متقسم لمكانين، عالم الفوضى نفسه اللي اسمه كايوتيك، وهو كان بيجتمع فيه لعيبة عالم الفوضى كلهم عشان يتبرزوا مع بعض بالوحوش والأسلحة اللي معاهم، وهناك الشخص نفسه بيتحول للوحش اللي بيختاره. والمكان التاني هو بيرا، ودي القارة اللي بتعيش فيها الوحوش والأسلحة دي بشكل طبيعي، وهناك يقدر اللاعب يعمل سكان للوحوش والأسلحة بالجهاز بتاعه اللي هو شبه الايبود ده، ويستخدمها تاني في مواجهة اللاعبين في عالم الفوضى. طبعا هنا تحس بالشبه الكبير بينه وبين بوكيمون، وده طبيعي عشان الكرتون ده كان معمول عشان ينافسه أصلا. وفي بيرم توم بيكتشف قبائل عالم الفوضى اللي هم 4، بس في الحقيقة يعني هم 5، بس القبيلة الخامسة دي ما ظهرتش إلا في الموسم التالي. المهم القبيلة الأولى اللي معانا دي هي قبيلة أوفر وورلد اللي هم وحوش النور، ودول عايشين على السطح، اللي قائدهم هو ماكسور شخصية توم المفضلة اللي دايما كان بيحب يلعب بيها. والقبيلة دي شكلهم شبه الحيوانات، وعلى طول ظاهرين انهم اخيار وشجعان وبيقفوا مع الحق، بس ده طبعا مش على طول. كمثال الاخ سليرك اللي هاجم توم في الصحراء، وساعتها توم افتكر انه مش من وحوش النور لانه شرير، ووحوش النور تحديدا هي دايما توم بيستعملهم. تاني قبيلة معانا هي قبيلة الاندر وورد، ودول وحوش الظلام اللي عايشين تحت الارض، اللي قائدهم هو كايور اللي هدفه الرئيسي انه يهزم ماكسور ويبقى هو زعيم كل القبائل. القبيلة دي شكلهم شبه الوحوش او الشياطين، وظاهرين انهم اشرار وبيحبوا العنف والقتل، ومنهم تاكنوم اللي هي الدراع اليمين لكايور، واللي عندها ذكاء استراتيجي كبير مكنها انها تخطط وتكسب حروب وتساعد قبيلة الاندر وورد. والقبيلة دي بيستعملهم كاز صاحب توم. نروح بعد كده لتالت قبيلة واللي هي الدينيانز، شكلهم شبه الحشرات وبيعيشوا تحت الارض مع وحوش الظلام، وفي اقاويل بتقول انهم كانوا جزء من وحوش الظلام بس انفصلوا، بتحكمهم ملكة اسمها اليكسيا ومستعدين يضحوا بحياتهم علشانها، واللي بيستعملهم هي سارة، ده مستحيل بس فيرجن بلوند اكتر. والقبيلة الرابعة واللي اسمها الميبديانز، شكلهم شبه السحالي او التنانين وبيقدروا يختفوا وبيعيشوا في صحراء بيرم، واللي بيحكمهم هو الامير مودينو، وعندهم عداء مع الدانيانز، بس في نفس الوقت هم كويسين مع وحوش النور ومش بيعملوا معاهم حروب، واللي بيستعملهم هم بايتن. واخر قبيلة معانا وهي القبيلة الخامسة اللي ما ظهرتش غير في الموسم الخامس، وهم قبيلة الميريلاند، ودول قبيلة برمائية عندهم عداوة مع كل القبائل وما ظهروش غير متأخر جدا في الكرتون. قبيلة عندها قدرة التلاعب بالعقل والتحكم في عقل العدو، والقبيلة دي ليها حكاية كبيرة قوي. بص يا سيدي، في الحقيقة انا كنت مستغرب دايما هي ليه القبائل دي بتتخانق مع بعض، وعمري ما اكتشفت السر ده وانا صغير، وكنت دايما بحب وحوش النور وماكسور وكنت شايفهم انهم الطيبين، وكنت بكره وحوش الظلام علشان شبه الشياطين ودايما مش بيفكروا غير في الحرب والدمار. بس بعد بحث طويل ومشاهده للكرتون للمره الثانيه اكتشفت حاجه مهمه جدا، مفيش خير وشر في عالم الفوضى. موضوع الحرب ده تحديدا طويل جدا، فعايزك تحضر كوبايه النسكافيه المتينه وتيجي عشان اقول لك اسباب حرب القبائل. الحكايه بتبدا زمان، ايام ما كان كل القبائل دول عايشين مع بعض
وما كانش فيه الدانيونز لانهم كانوا جزء من وحوش الظلام، وما كانش فيه الميبديونز لانهم كانوا جزء من وحوش النور، بس كان فيه شيء اسمه الكوسيكا، وده اللي هيلاقيه ويتحكم فيه يقدر يتحكم في عالم بيرم بالكامل من غير ما حد يوقفه. ومن اكتر من 1000 سنه قبيله الماريلاندز اللي هم البرمائيين اللي شرحناهم فوق بنوا حضاره متطوره جدا، وهم تحديدا كانوا قبيله متخفيه في الميه، ما حدش يعرف وجودهم غير عدد قليل من القبائل اللي عايشه على الارض. وبعد ما خبر تطور قبيله الماريلاندز انتشر، قبائل السطح بقى عندهم اعتقاد انهم لقوا الكوسيكا واستخدموها عشان يطوروا نفسهم ويسيطروا على العالم بيرم كله. هنا كل القبائل جمعت نفسها وعملت حرب شامله على الماريلاندز. طبعا الحرب دي ادت لخساره الماريلاندز، بس في محاوله اخيره لشعب الماريلاندز انهم ما ينقرضوش، زعماء القبيله دول محوا وجود قبيله الماريلاندز من كل سكان بيرم واستخبوا في الدورس اوف ديب ماينز على امل ان يوم من الايام يقدروا يخرجوا للعالم تاني وياخدوا حقهم من سكان بيرم. طبعا بعد ما الحرب خلصت واتمحت ذاكره كل الناس عن الحرب، كان سبب الحرب نفسه اختفى من عقول باقي القبائل، وبقت كل قبيله تتوهم ان القبيله الثانيه هي اللي عندها الكوسيكا، وكل قبيله بقت شايفه ان القبيله الثانيه هي العدو بتاعها في الحرب دي. وده بيظهر لما توم واصحابه بيزوروا مناطق القبائل الاربعه وبيعرفوا سبب كرههم لبعض. كل قبيله كانت شايفه الحرب من منظورها الشخصي وان الطرف الثاني هو اللي غلطان، بس ما حدش كان يعرف الحقيقه غير سكان الماريلاند. وفي الموسم الثاني من الكرتون بنشوف واحد من سكان الماريلاند اللي اسمه فيلفور، واللي كان متجمد في لوح جليدي وتم انقاذه من وحوش عالم الظلام. فيلفور كان هدفه الاساسي حرر شعبه، وعلشان يعمل كده ضحك على كيور زعيم وحوش الظلام وقال له ان شعب الماريلاندز عنده الكوسيكا اللي بتدور عليها، وان الماريلاندز مستعدين يشاركوها مع كل القبائل. وفي الاخر فيلفور عرف يحرر شعبه وابتدت معركه الماريلاندز مع كل القبائل تاني. بس للاسف الكرتون وقف في الموسم التالت وما عرفناش اي احداث تانية حصلت بعدها. وبس اعتقد كده قلت كل حاجه ممكنه عن عالم الفوضى، وبرغم من ان الكرتون كان هدفه الاساسي هو التسويق للعبه نفسها، بس الحقيقه تتقال هما ما بخلوش علينا بقصه حلوه وعالم معمول بشكل كويس نوعا ما، مع انهم في الاخر يعني بوظوا شكل الرسم في الموسم الثاني والثالث عشان خلوا الاستوديو اللي رسمهم هو استوديو كوري وبقى شبه الانميات نوعا ما، وهي حاجه في قمه العبث الصراحه. المهم ان في خبر حلو، حصل لقاء مع مخترع اللعبه سنه 2021 لما سالوه عن الكرتون، هنا رد وقال لهم ايوه المشروع لسه في الحسبان وما اتكنسلش، وممكن نشوف الموسم الرابع من عالم الفوضى، بس امتى؟ اعتقد كمان 10 سنين كمان ولا حاجه. المهم هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ولو انت وصلت لحد هنا اتمنى ان انت تعمل لايك عشان تساعد ان الفيديو ده يوصل لناس اكتر. تنزل تحت في الكومنتات تحط كومنت تقول رايك في الفيديو، ولو اول مره تشوفني فانا اسمي فارس علي، بقدم كونتنت عن الميثولوجيا والاساطير القديمه وفيديوهات مقدار القوه اللي بنشرح فيها قوه الشخصيات الخياليه وفيديوهات شرح العوالم الخياليه. لو انت مهتم بنوعيه المحتوى اللي انا بقدمها دي ما تنساش تشترك القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهات جديده اول باول، تروح تعمل لي فولو على انستغرام وتعمل فولو للفيسبوك بيج وتعمل لي بلوك على تويتر عشان ما بحبوش. ولو مهتم بالمانجا والمانها والكوميكس فهسيب لك قناتنا الثانيه في الاند سكرين بتاعه الفيديو، قناه مانجا عويسي اللي بنقدم فيها ملخصات مانجا ومانها وكوميكس. وبس اشوفك يوم الاثنين الجاي في فيديو مقدار قوة جديد. سلام.